والرسول عليه السلام كان يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. صحابة أين ندفن رسول الله؟ فمنهم من قال في البقيع، وروى الإمام مسلم في صحيحه أن بعض الصحابة قالوا ندفنه عند منبره أي في مسجده. لا وجود لهذا الحديث في صحيح مسلم، بل هذا الحديث من رواية حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله بن العباس، وقال البخاري عنه كان يتهم بالزندقة. أفهكذا تكون العصبية للرأي والمذهب بأن ننسب روايات الزنادقة إلى صحيح مسلم؟ الشيخ الجفري والاستدلال بالحديث. إن الشيخ علي الجفري كثيرا ما يستدل بأحاديث موضوعة وضعيفة. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن لكل أمة عجل، قال وعجل أمة الدينار والدرهم. هذا الحديث ليس له أصل في كتب السنة. فعلمت أنك لن تقرن اسما باسمك إلا وهو عظيم عندك. فقال نعم يا آدم، إنه خاتم النبيين من ذريتك ولأجله خلقتك. حديث موضوع، ومعنى موضوع أي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر إنه خبر باطل. ما استطعت أن تقطع رحما وقد نهاك وقال قاطع الرحم ملعون ولو مات في جوف الكعبة. هذا الحديث ليس له أصل في كتب السنة. في حديث في أبي داود خيار الأمراء الذين يقفون على أبواب العلماء، غير موجود في أبي داود ولا في الصحيحين ولا السنن ولا المسانيد ولا المعاجم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنه لو جاءك ملك الموت وأنت تكذب فلربما مت على غير الإيمان. يا رسول الله، أيفعل المؤمن كذا وكذا؟ وذكرت بعض المعاصي والذنوب. قال نعم ويتوب. أيفعل كذا؟ قال نعم يفعل ويتوب. أيكذب المؤمن يا رسول الله؟ قال لا. جميل أن تنهى الناس عن الكذب، لكن الأجمل من ذلك ألا تروي حديث الكذابين. فهذا الحديث من رواية يعلى بن الأشدق الكذاب الكذاب الكذاب، حيث كما جاء في الصحيح أن رسول الله استقبله ذات يوم، أي قبله في الطريق، فألقى عليه السلام فأجاب رسول الله فقال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. عجب. العجب أن هذا الحديث غير موجود في الصحيح ولا السنن ولا المسانيد، وبعد البحث تم العثور عليه عند العقيلي، قد أورد هذا الحديث وقال ليس لهذا الحديث إسناد يثبت. جاءت أحاديث تنهى عن المدح والثناء، ومنها حديث لعله من الضعيف، ولكن في مثل هذا الباب يستشهد به احثوا التراب في وجوه مادحيكم. ليعلم إخواني أن الحديث الذي قال عنه الشيخ حديث لعله من الضعيف قد رواه الإمام مسلم في صحيحه. ممنوع تتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. شرك 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 عجيب. شرك 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 يا جماعة، سيدنا عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كان يتمسح برمانة منبر النبي. وصحيح البخاري إخواني بين أيديكم، فاحكموا بيننا. لا وجود لهذا الحديث ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ولا يصدر التصفيق والرقص إلا من غبي جاهل، ويدل على جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بها، ومن فعل ذلك يعتقد أن ما فعله قربة فبئس ما صنع. انتهى كلامه.